هذا وتتابع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية الموجودة في هذين البلدين من خلال خلية الأزمة التي وضعت بغرض التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة في اسطنبول. وتطمئن وزارة الشؤون الخارجية أنه لم يتم لغاية الآن الإبلاغ عن تسجيل ضحايا أو مصابين بين أعضاء جاليتنا، وتدعو الرعايا الجزائريين إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة في اسطنبول عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة.